الفصل الأول من مادتي. راح ناخذ الجاس ريليشن. اكو واحد عنده علم شنو او عنده ملاحظة او يعني معلومة عن الجاس ريليشن؟ يعني شنو جاس ريليشن؟ دكتورة، تكوين 3 طبقات مال الجنين، او يعني اللي هي الاندوديرم والكذا، ما يعني غلط الاسامي، شنو؟ يعني شنو؟ يعني يعني مراحل تشكيل الجنين. الجنين بالضبط. جنين شلون راح تبدي تشكل اعضائه؟ سواء اندوديرم، اكتوديرم، ميزوديرم، زين؟ فالجاستر ريليشن مرحله تكوين الاعضاء للجنين. The most characteristic event occurring during the third week of gestation is the gastrulation. يتميز به من الوقت مالته بالthird week. واضح؟ شنو معناته gastrulation? The process that establishes all three germ layers. كل طبقات germ layers مال الامبريو اللي هي الاكتوديرم الخارجية والميزوديرم الوسطانية والاندوديرم الداخلية. The gastrulation begins with the formation of the primitive streak on the surface of the epiblast. تذكرون الإبيبلاست ديش المحاضرة والهايبوبلاست؟ نعم دكتور. فهو وين يبدي؟ يبدي على السيرفس مال الإبيبلاست. زين شلون يبدي؟ كبرمتيف ستريك. واضحة؟ شنو يعني برمتيف ستريك؟ أريد أوضح لكم في النقطة. تشوفون هاي الورقة البيدي؟ تخيل هذا السطح مال الإبيبلاست. جاي يشوفوها طلاب؟ نعم دكتور. هاي شو يصير بيها؟ راح يصير عندي برمتيف ستريك. برمتيف ستريك يعني شنو؟ مثل الانبعاج أو بالسيرفس، وتبدي الخلايا بالأطراف تهاجر وتشكل أشياء للداخل وللبرة. واضحة الصورة؟ مثل الانبعاج هيجي تبدي الخلايا تهاجر من المحيط المن للداخل. بس افتهم لي الفكره، لانه راح نبدي نشرح امور، بس افتهم الفكره. هذا السيرفس يصير عندي فد جروف جوه، تبدي الخلايا تهاجر وتنزل للوسط. Initially the streak is vaguely defined. Vaguely يعني مو كلش واضح، vague مبهم. But in 15 to 16 day embryo يعني تقريبا باليوم ال 15 وال 16. It is clearly visible as a narrow groove. هسه اللي قلته لك بالورقه شلون شبهته لك؟ احنا مو قلنا على السيرفس مال الابيبلاست شلون راح يبدي الجاستروليشن؟ نارو جروف، نارو جروف هيك with slightly bulging region on either side. ايش راح يصير بالمنطقه الجهه المقابله من صار الجروف هنا؟ صار عندي bulging هنا. واضحه طلاب؟ نعم دكتور. واضحه الفكره مو؟ البريمتيف ستريك عباره عن نارو جروف يصير على السيرفس مال الابيبلاست بداية 15 الى 16 من حياه الجنين، ويبدي with slightly bulging on either side بالجهه المقابله. ما جاي تمشي هاي. واحد عنده معلومه شلون امشي السلايد؟ لان انا ترى ضعيفه بالحاسب. دكتور عن طريق الكيبورد، عن طريق الاسم. اي مشيت ماكو. ها نقرا على الشاشه. Cells of the epiblast شو يصير بالخلايا؟ migrate toward the primitive streak. نرجع للورقه مالتنا. دكتوره ما تغير دكتوره ما طالع السلايد. دكتوره ما طالع السلايد. دكتورة ما تحرك السلايد، لذلك تسوي خروج من السيارة شكلين والناب سوي لا شكلين. اتحرك انا هسه عندي اتحرك، انتم طالع عندكم؟ لا دكتور هو تعدي تحرك بس عندنا ما تحرك. فيراد قادرين الشير سكرين والناب يسوون شير سكرين.
لا أنا هاي السالفة ما أقدر يعني أصيح الجماعة أحسن، يعني هسه ماي جاي يتحرك عندكم؟ لا دكتورة ما تحرك هسه حاليا باقي على السايد الأول مال جاستريليشن وهسه؟ لا ما تحرك ما تحرك. هسه اسمه الإيبيبلاست قلنا يصير على شكل نارو جروب، وأكو خلايا بالأطراف سيلز اوف ذا ايبيبلاست ماي سيرفيس ماي جريت راح تهاجر. وين تهاجر؟ تهاجر وتنزل وين؟ للجروف هذا اللي بالوسط. واضحه؟ هاي بعد ما ارجع لها الورقه راح اقول لكم التشبيه ذكرناه سابقا. واضحه شلون تهاجر؟ تجي للبريمتيف ستريك هذا اللي بالوسط. ذا سيفاليك اند طبعا هو هذا الجروف بسيفاليك اند وبكودال اند، يعني منطقه راسيه أمامية ومنطقة خلفية كودل نسميها إحنا. سيفاليك إند أوف ذا ستريك راح يمثل البريمتيف نود. على هاي المحاضرة شوية كريهة شوية مزعجة، فشي راد لكم تركزون بالكلام. عندك البريمتيف ستريك الإبيبلاست السيرفس يصير بي انبعاج لجوة، من ورا يصير تقريبا مثل بروترودد، ومن الأمام جروف. الخلايا اللي بالجانب راح تهاجر للوسط، تنزل للوسط. هذا الجروف بي سيفاليك اند وبي كودال اند. السيفاليك اند راح تمثل البريمتيف نود. واضحه؟ consist of a slightly elevated area surrounding the small primitive bit. طبعا الجوانب تكون شويه elevation بيها فتمثل او تحيط بالوسط اللي هي primitive bit. الوسطانيه بالنص كلش مثل الثقب اسميها primitive bit، وهو كله primitive bit بالسراوندينج اسميه primitive node. Upon arrival in the region of the streak they become flask shape. يعني شلون تكون flask shape؟ يعني شنو flask؟ شنو flask؟ ما حد يما موبايله طلع لنا الفلاسك. احنا قلنا بالسيفاليك اند راح يصير بريمتيف نود. العفو نيجي نوصل اي عشان القاروره نفس المبيض مال الزهره او القاروره نفس القاروره يعني اي يعني شو يكون؟ يعني شنو يكون؟ يكون شلون القمع؟ شلون القمع؟ عريض من منطقه وحاد مدبب من منطقه ثانيه. واضحه؟ نعم دكتور. يعني من الوسط ومن الوسط ومن النهاية قريب النهاية يكون مورم هيك بلجينج، ومن الحواف أو الجان أو الأطراف يكون مدبب حاد تقريبا تقريبا يعني هيك الصورة. شلون القمع؟ شكل القمع أكو منطقة عريضة وأكو منطقة صير أنحف. فهو يقول من نوصل منطقة الستريك البريمتيف ستريك الوسطي راح يكون فلاسك شيء ديتاتش فروم ذا إيبيبلاست and slip beneath it وراح ينفصل عن الإبيبلاست وينزلق جوه يصير. This inward كلها هذا السطرين مو مشكلة افتهمهن ومشيهن. أكو أمور أدقق عليها ألح عليها أريدك تركز وياها، أما أكو كلام شوية تحسه صعب عليك وهو بس هيجي بس افتهمه وأعبره. This inward movement هل inward هاي الحركة مال الإبيبلاست كلها إجت للوسط مال الجروف، هذا ال inward migration إيش أسميه؟ invagination. The inward movement of epiblastic cells to primitive streak is called the invagination. Cell migration and specification are controlled by هل migration هذا مال الخلايا من المحيط وتنزل للوسط مال البريمتيف ستريك، منو اللي يسيطر عليها؟ منو اللي يأثر عليها؟ هو الفايبروبلاستيك جروث فاكتور 8. هاي مهمة لأن السطرين مهمات. الـ inward movement or migration أسميه invagination، واللي يسيطر عليها منو؟ controlled by fibroblastic growth factor 8. هذا منين يجيني الفاكتور؟ synthesized by streak cells themselves، من الستريك سيلز نفسها يعني من الإبيبلاست نفسها جايني. واضح؟ هي تفرزة.
وهذا رسم توضيحي. شوفوا الفلاسك شيب، هذا الفلاسك شيب، هاي المنطقة اللي تشوفها فوق مثل الحبة، تكون عريضة من منطقة ومن منطقة تكون لا مدببة مثل القمع شكلها. الفلاسك يعني قمع. المنطقة السيفاليك اللي تشوفها العريضة هي السيفاليك، والكودل تكون نارو. السيفاليك ايش تعطيني؟ تعطيني منشأ المن للأوروفارنجيال ممبرين، يعني منطقة الأوروفارنكس والفيس. والكودل أنت ايش تعطيني؟ تشكيل الجنين مال الكلويكال ممبرين اللي هو يعطيني مال الجي اي هذا سيستم اللي هو مال الركتام وما ركتام وهاي الأمور الجوانية التحتانية من الجسم. واضحة؟ Once the cells have invagination يعني بدأت تهاجر واستقرت بالمرفتف الستريك، بعضها displace، العفو ليش أقول some displace the hypoplast، بعضها راح منين يجي ينفصل من الهايبوبلاست اللي هي جوا الإبيبلاست، creating the embryonic endoderm. دخلنا للداخل، فش بدأ عندنا يشكل الإندوديرم. And others come to lie between the epiplast and a newly created endoderm، يعني بين الإندوديرم اللي توه شكل وبين الإبيبلاست to form the mesoderm اللي هي الطبقة الوسطانية. Cells remaining in the epiplast، شوف هي كل السورس منين اجاني هسه السورس كله منين؟ ابيبلاست هي الابيبلاست شكلت لذني، اللي هاجرت للداخل كونت للاندوديرم الجديد. اكو خلايا اجت بين الاندوديرم وبين من؟ بين الهايبوبلاست، صحيح؟ الابيبلاست العفو، between the epiplast and the newly created endoderm، هاي سميتها ميزوديرم. اللي بقت بالإبيبلاست مكانها الأساسي هي شكلت للإكتوديرم. واضح؟ هذا الرسم نرجع له. ليش؟ شوف البرميتيف نوت مثل الأورفيس وداير ما دايرها منطقة بها بلجينج، وهذا البرميتيف ستريك شلون كنا مطعوج لجوه بالضبط. تخيل الورقة مالتك، شوف هاي الورقة فما تبقى هيك مفتوحة، هي اجت وهاجرت صار من السيفاليك اند، شلون اللي اتحدت ايش كونت لي؟ طبعا ورقتنا عريضة بس انا اريد اوضح لك الفكرة والصورة حتى تظل ببالك ما تنساها. هذا السيفاليك اند صار عندي شلون البريميتيف بت، وهاي المنطقة الداير ما دايرها هيك تكون بلجينج ومرمى، وهاي بت. يعني أنا أحاول قدر الإمكان أوضح لك الصورة، وأنت المفروض هم تساعدني إنه تفهم الكلام اللي جاي أحكي. واضحة؟ فهاي البرميتيف نود اللي بالرسم تشوفها، هذا البرميتيف ستريك اللي هو الانبعاج، وشلون بدأت تسوي السيلز مايجريشن. شوفوا الخلايا مال الإبيبلاست اللي إجت بين الهايبوبلاست أو مباشرة على الهايبوبلاست شكلت لي يا طبقة الميزوديرم، واللي بقت بالإبيبلاست نفسها صارت الإكتوديرم، واللي بيناتهن ميزوديرم. الميزوديرم هنا أنا مو واضح، الإندوديرم هنا، الميزوديرم والهايبوبلاست. هسه نجي بالرسم الثاني تشوفوها أوضح. The epiplast through the process of gastrulation is the source of all، شوفوا هاي العبارة اللي هسه سألتكم بها وجاوبتوني، هو source of all three germ layers and cells in these layers will give rise to all of the tissues and organs of the embryo. يعني من اللي راح يشكل الامبريو؟ هي الابيبلاست. الابيبلاست هي مسؤولة عن الأورجنز والتشوز مال الامبريو. هاي تجيكم وين؟ بالMCQ. بالمناسبة أريد نسوي امتحان فصلي، شو وقت تردو؟ محاضراتي فكروا رجعوا لي جواب الأحد، أريد جواب لأن يجوز الأسبوع الجاي يصير امتحان. شاء الله بالصبر. بس
The epiblast, through the process of gastrulation, is the source of all three germ layers and cells in, and all cells in these layers will give rise to all tissues and organs of embryo. The prechordal plate itself formed between the tip of the notochord and the oropharyngeal membrane. احنا قلنا النوتوكورد والاوروفارنجيال membrane وين صارت؟ بالسيفاليك. والسيفاليك اللي هي منطقة الوايدر. واضح؟ And is derived from some of the first cells of the first cells that migrate through the node. مشتقة هم من الخلايا الأولى اللي هاجرت through the node in the midline and move in a cephalic direction. يعني شلون تتحرك بالسيفاليك direction؟ يعني وين اتجاهها؟ الخلايا من نزلت وسوت migration المن تروح باتجاه السيفاليك، ولذلك السيفاليك تشوفها وايدر. حتى الجنين هسه تشوفه بالسونار بداية تكوينه تشوفه منطقة عريضة ومنطقة صغيرة، هيك يبدي تشكيل الجنين قبل ما تبدي الايدين والرجلين تتكون والراس يتشكل. عبارة تقول عبالك عن مثلث، كتلة مثلثة الشكل، عريضة من جهة ونحيفة من جهة. هاي الأشهر الأولى. Later the prechordal plate will be important for induction of دقيقة طلاب خليه important for the induction of the forebrain. واضح؟ هاي المنطقة مال البريميتيف نود والبريكوردال بليت هي الاندكشن مالت من مال الفوربرين. The oropharyngeal membrane شفتوه بالصورة أو هاي الصورة هي نفسها. The oropharyngeal membrane at the cranial end of the disc consists of a small region of tightly adherent ectoderm and endoderm cells. يعني منين متكونة؟ من الاكتوديرم والاندوديرم سيلز. That represents the future opening of the oral cavity. يعني الاوروفارنجيال ممبرين هو مستقبلا منطقة الاورو فارنكس، الماوث والتقاطيع مالته الاخرى، الاجزاء الاخرى. واضح؟ ومنين يتكون؟ من adherent tightly adherent ectoderm and endoderm cells. هسه نجي الى الفورميشن اوف ذا نوتوكورد. شنو النوتوكورد مستقبلا؟ شنو النوتوكورد؟ من اسمه نوتوكورد؟ سبينوكورد. ها انا ها كورد دور الحبل الظهري. اي من هو الحبل اللي هو سبينال كورد. Formation of the notochord, pre-noto, أي شيء قبل تشكيله نسميه pre. فpre notochordal cells invaginating in the primitive node اللي هي نرجع للprimitive node move forward cranially. هاي الخلايا اللي سوت migration باتجاه primitive streak وقلنا بالprimitive node وين اتجاهها؟ تطلع لوين؟ تطلع cranially. Migrate cranially in the midline until they reach the prechordal plate لأن هي هنا قاعدة. أنا هذا الحكي ما أجيب لك إياه شرح فلا تخافون من عنده، شوية معقد وبصعوبة بالحفظ بس أنت افهم حتى من يجيك فراغ MCQ تقدر تجاوب. These prenotochordal cells become intercalated in the hypoplast. متشعبة بالهايبوبلاست so that for a short time the midline of the embryo consists of two cell layers. لوقت محدد طبعا مو على طول الوقت. For short time. فتشوف الميدلاين مال الامبريو عبارة عن two layers من السيل that form the notochordal plate. يبدي على شكل الاسبانال كورد، يبدي على شكل notochordal plate مثل الصفيحة. Cells of the notochordal plate proliferate. راح يصير لين هي cells. يصير بها proliferation and detach from the endoderm. وبهالحالة تنفصل عن الاندوديرم. They then form a solid cord of cells. ورح تشكل مثل الكورد الصلب من الخلايا اللي أسميه the definitive notochord. Which underlies the neural tube
and serves as the basis of the exoskeleton. راح يشكل الاكزوسكيلتون، يعني اساس الاكزوسكيلتون والسبينال كورد والحبل الشوكي كله على بعضه. هو منين جايني؟ من البري نوتو كوردال سيلز انفاجينيت توارد البريميتيف نود كرانيالي، ذين تعطيني البري كوردال بليت مثل الصفيحه، والبري كوردال بليت تعطي اساس النوتو كوردال بليت بعدين والديفينيتيف نوتو كورد. وهذا السكولي مال ثمن مال الاكزيل سكيليتون. هنا رسم توضيحي يبين لك الاندوديرم زين والميزوديرم والاكتوديرم. الهايبوبلاست العفو الابيبلاست اللي هي الزرقاء ظلت عباره عن اكتوديرم. الوسطانيه اللي سوت مايجريشن بالوسط خلايا من عندها اجت شكلت الميزوديرم، واللي لطش او صار على الهايبوبلاست شكل الاندوديرم. واضحه؟ اللي بالوسط هذا الانفاجينيشن اللي تشوفه هو النوتوكوردال بليت. هنا صار بي بالرسم الثاني صار بي ديتاتشمنت، مو قلنا ديتاتشت، فحتى يشكل لي النوتوكوردال كورد. الكلويكال ممبرين، الكلويكال اللي هي الجهه المقابله للسيفاليك اللي هي الكودال واللي هي تعطينا الجات مال الامبريو، is formed at the caudal end of embryonic disc. احنا مو قلنا بالمحاضرة السابقة الامبريو راح يكون من ينغمس خلال الاندوميتريوم راح يكون مثل الديسك امبريونيك ديسك. واضح؟ فالامبريونيك ديسك بسيفاليك اند وبكودال اند. سيفاليك اند عرفتوها تقريبا شلون شكلت الابيبلاست، سوت مايجريشن سوت انفاجينيشن للبرمتيف سيثري، طتني برمتيف نود مايجريت. المايجريشن مال السيلز شو يكون؟ هاي مهمة، المايجريشن مو كودالي، المايجريشن سيفاليكلي لقدام للامام، فتشكلت البريكوردال بليت. بعدين اعطتني الديفينيتيف نوتوكوردال بليت والديفينيتيف نوتوكورد زين اللي هو مستقبلا الاكزيال سكيلتون. الكلويكال فورمد ات ذا كودال اند اوف ذا امبريونيك ديسك. This membrane which is similar in structure to the oropharyngeal membrane، نفسه بالstructure مشابه للoropharyngeal membrane but consists of tightly adherent ectoderm and endoderm with no intervening mesoderm. هذا ما بي mesoderm، بي فقط ectoderm ولا تشويها الendoderm، ماكو طبقة وسطانية هاي حمراء مال mesoderm. When the cloacal membrane appears the posterior wall of the yolk sac forms a small diverticulum. يسوي لي small diverticulum that extends. شنو diverticulum؟ شنو يعني اليوك ساك يكون لي small diverticulum؟ يعني شنو diverticulum؟ شبكي متعاقد هيجي؟ مو شبكي، لا pouch. شلون؟ pouch يعني شلون؟ اي عفية شلون تجويف؟ وتجويف بي يعني شلون بيتفرع diverticulum. واضح؟ that extend into the collecting stalk. this diverticulum the allantoenteric diverticulum اسميه. هذا الdiverticulum مش اسميه allantoenteric، ليش؟ انه راح يكون مسؤول عن من؟ عن enteric duct or allantoses زين أو allantois appears around the يمتى بيوم بيوم 16 of the development. هاي مهمة، هاي مهمة كده. هذا الحكي عندك شنو ملاحظات هسه من هاي العبارة كلها القدامك الأمامية؟ الكلويكال ممبرين وين يشكل؟ بالكودال end of the embryonic disc. المشابه بالستركتر الأوروفارنجيال لكن ما بي شنو؟ ميزوديرم. ميزوديرم ما عندنا ميزوديرم، عندنا اكتوديرم وإندوديرم. هاي المن انا اخذها بالام سي كيو، تفيدني بالام سي كيو، فانت ما اريد منك حفظ، افهم الكلام وعبره. ما بيها ميزوديرم. بعدين الكلويكال ممبرين ابيرز وين؟ من يظهر عندي البوستيريور وول مال يوكساك. ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني دايفرتيكولم. هذا الدايفرتيكولم راح يكون اساس المن للالنتو انترك دايفرتيكولم اور الانتويز. هذا يمتى؟ باليوم 16 من الديفلوبمنت.
The embryonic disc initially flat. قلنا هذا الحكي سابقا إنه the embryonic disc يكون flat بالبداية and almost round ويكون دائري. حتى بالسونار هيك يشوفونه بداية الحمل gradually تدريجيا إيش راح يصير بي becomes elongated. قلت لكم هسا قبل شوية الجنين بداية تكوينه تشوفه مثل المثلث صغير منطقة عريضة ومنطقة نحيفة. With abroad cephalic بتكون منطقة السيفاليك الهيد هي الأعرض والناروين كودالين هذا الحكي كله حكيناه من بداية المحاضرة. Expansion of the embryonic disc occurs mainly in the cephalic region. يعني التشكيلة والتكوينة وين أول مرة راح يتكون؟ راح تتكون مناطق السيفاليك بالبداية وتشكل يلا تبدي عندنا الأطراف والقط تظهر. يعني مرات نشوف الهيد وهاي الأمور وإحنا ما شايفين بعدنا القات واللمس مالتها ما شايفينها. فالديفلوبمنت وين يكون أكثر وأسرع وألاحظه بالبداية فيرستلي بالسيفاليك ريجن مال إمبريونيك ديسك. Thus the gastrulation continues in the caudal segments while cranial structures are differentiating causing the embryo to develop cephalocaudally. هاي شو يكون الديفلوبمنت مالته؟ سيفالو كودالي يعني يشكل الرأس وأمور الرأس والسيفالك ريجن يلا نجي للكودال واضح؟ شو أجيب لكم أنا مرات أجيب لكم كودالي مثلا أجيب لكم إياه ما أجيب لكم سيفالو كودالي أو أجيب لكم الديفلوبمنت مو إلا بالعبارة أجيب لك الديفلوبمنت يكون from caudal region to cephalic region هينتبه لها الملاحظات. Further development of the placenta. The placenta هم تنمو ويا الجنين خو ما بس الجنين وحده. By the beginning of the third week, بداية الأسبوع الثالث, the trophoblast is characterized by primitive villi أو primary villi that consists of cytotrophoblastic core. زين جاي يشوفون السيتوتروفوبلاست بالرسم اللي هي هاي الخلايا اللي لونها مثل السمائي بالوسط وداير ما دايرها من هي سنسيشن تروفوبلاست. تذكروها البلاسنتا لو ما تذكروها قلنا عبارة عن اوتر لاير سنسيشن تروفوبلاست وتتميز الى طبقتين تذكروه والسيتوتروفوبلاست هم يتميز الى طبقتين تذكروه. هسه شو راح يصير عندي بالوسط؟ راح يصير عندي ميزوديرمال كود أو كور العفو ميزوديرمال كور. منين يجيني؟ During further development ميزوديرمال كور penetrate the core of the primary villi and grow toward the decidua. The newly formed structure is known as the secondary villus. هي البرايمري villi تحولت إلى secondary villi هاي وتكون عندي ميزوديرم بالوسط. مختصر الكلام. By the end of the third week, the mesodermal cells in the core of the villus begins to differentiate into blood vessels. شو راح يصير بالفيلاي؟ هي الفيلاي شنو هي؟ مثل الفينجر لايك بروجكشنز. تعبر مواد تفيد تفيد بالتغذية. اي زغابات فيلاي هي فينجر لايك بروجكشنز. هاي شو راح يصير بها؟ راح يصير بها ادميتس شوية يعني تكبر توسع وتتحول من فيلاي المن إلى blood vessels into blood cells and small blood vessels forming the villus capillary system حتى تبدي شكل الكابيلاري سيستم. The villus is now known as the tertiary villus من primary إلى secondary إلى tertiary or definitive placental villus. وشكرا جزيلا محاضرة كلش حلوة بسيطة عندكم سؤال بيها؟